فالهدف من هذه الحملة هو تمكين الآلاف ديال الناس اللي هما كيعيشوا في وضعية هشة أنهم يفرقوا الصوم ويفطروا في جو عائلي وودي. وكما كتشاهدوا معنا اليوم فالموظفين ديال الشركة هما ملتزمين بأنهم يشاركوا في هذه المبادرة التطوعية ويساهموا في تقديم وتحضير ومشاركة هذه وجبة الفطور في جو اخوي وعائلي. الوغ اللي ما كتشوفوا كاين واحد 35 طبله، دونك كل طبله فيها 10 الناس، دونك 350 واحد اللي كيستافد كل نهار فهاد مع هاد الجمعيه ديال بينيفول امل. حنايا بوندون لي 30 جور ديال رمضان تنفطروا الناس، تنحاولوا نخلقوا جو عائلي بحال اللي شتيو طبالي ديالنا كيفاش مصايبين، تنفرقوا وجبه كومبليت، عصير فيها دانون، فيها بغرير معسل، فيها الحريره، فيها تمر شباكيه، وبغينا باش نجمعوا الناس اوتور طابل باش ياكلوا اللي جالسين في ديورهم. نديروا 650 غوبا في النهار، 350 هنايا سور بلاص، و300 تنصيفطوها وتنعطيوها للناس اللي ما تيقدروش يجيو يجلسوا معانا.